يمكن الكلمة اللي بتجمعنا كلنا هي كلمة كفى. كفى تساهل مع كل المرتكبين، كفى حمل السلاح من دون أي ضوابط. في كتير اللي عم يرتكبوا جرائم ما معهم رخص، بس في كتير كمان معهم رخص. لازم التشدد بموضوع منح الرخص. قصة الإزاز الفيمالي اللي بيتخبوا وراه هيدا لازم ينمنع 100%. أصلا ما هو اللي عم يحمي الشخصيات الإزاز الفيمالي بقى عم بيكون سبب ليتخبوا القتلة. بعدين في آفة المخدرات اللي كل شوي بيتحججوا فيها لتخفيف العقوبات والقول انه تحت تأثير المخدرات او انه عندهم خلل عقلي. اهم شيء بالمرحلة الحالية بنشكر الاجهزة الامنية لانه عم ترجع تلقي القبض على بعض المرتكبين وليس جميعا، عم بتقوم بواجبها، ولكن اوقات ما تكون عم بيكون عندها الاذن من قبل القضاء انها تروح تلقطهم. ومن ناحية تانية في مربعات امنية ما عم تقدر تتخلى، في عشائر، في البعض بيقول انه هي يمكن تعتبر نفسها اعلى من السلطه. لازم نكون كلنا سواسيه امام القانون، لازم يكون الضبط ضبط الوضع وقائي من قبل يمنع تفلت السلاح وقانون السير. كل هيدي عوامل ممكن تؤدي الى تخفيف هالعدد الهائل من الضحايا يلي عم يسقطوا بلا مبرر لاسباب تافهه. ومساله المحسوبيات يلي بيرتكب وبيعرف اذا فات على السجن من بعدها في شيء زعيم رح يقدر يطلعه من الحبس، هيدي كمان اوقات في البعض عم بيطالبوا بعقوبه الاعدام يلي نحن كحزب منا معه، ولكن